دين إلا لكي تلقي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذنب ليل ميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظين اتخذ القناة بدلا عن الأعواد ولهفته على خزانة علمك سجاد وهو يقاد في الأصفاد ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنتي السجاد قلبوه عن نطع مسجن فوقه فبكيت له أملاك سبع شداد ويصيح وعد الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقتي وبعادي أترى يعود لنا الزمان بقربهم هيهات ما للقرب من ميعادي ذيج الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون والليل كل من العباد ما يفترون سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون وبفرد ساعة وسدوهم حر الانترا لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح ذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوح لو شفت الأكبر جامع لمتني بكثرة النوح ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا شيخ بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور وام الرباب تعاينه وعيونه الدور وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدور وكل ما طلع منا بدر بالمعركة أولي وما المصيبة الهيجت حزني علي بعيني نظرت حسين تا
تحت الأعوجية وحرقوا خيمنا وركبوا زينب مطية وش احجي يا ابو حمزة وش عدد من هالمصة قال لا يا شبل المصطفى ورب السيادة صار الجت لكم يا هل هالبيت عادة وانتو كرامتكم من الله الشهادة معود على كثر المصايب يا ابن لمجة ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد ارفع راسك سيد انت عزيزها ما قصر وبالغاضرية زلزل البيد نكس الراس دخول زينب مجلس يزيد حسرة ومن نوح اليتامى راس هشة لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون في رحاب ذكرى شهادة رابع الحجاج الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام تحدثت بعض الأخبار في وصف إمامنا علي بن الحسين من تلك الأخبار ما تحدثت عن معالم الهيبة والوقار التي اتسمت بها شخصيته إذ كما في الخبر كانت تعلوه معالم الهيبة والوقار وقد أثر عن الشيخاني القادري أنه قال كنت لا تمل من رؤية صباحة وجهه وقد انبهر به المجرم السفاح مسلم بن عقبة أو عقبة الذي أرسله يزيد بن معاوية على رأس جيش جرار أوكلت له مهمة استباحة المدينة في الواقعة المعروفة بواقعة الحرة سفاح للدماء لا يوقفه شيء ولا يراعي الحرمات إلا أنه بمجرد أن التقى بالإمام زين العابدين ارتعدت فرائصه وراح يقول إن على علي بن الحسين سيماء الأنبياء ودونك الحادثة المعروفة تلك الحادثة التي نشد فيها أو أنشد فيها شاعر أهل البيت الفرزدق رضوان الله تعالى عليه قصيدته الميمية المعروفة حين جاء هشام بن عبد الملك وكان يومها لم يتقلد منصب الخلافة إلا أنه كان ابن الخلافة في أبهة الملك والسلطان أراد أن يستلم الحجر وكان في موسم الحج والناس تتدافع وهي تطوف حول البيت الحرام معه وجوه من أهل الشام أراد أن يستلم الحجر حتى عبر جلاوزته ورجال شرطته إلا أنه ما استطاع في الأثناء
وإذا بالإمام زين العابدين علي بن الحسين قد أقبل بتلك الهيبة التي تحكي هيبة رسول الله، التي تخضع لها الرقاب وتعنو لها الوجوه، وإذا بالناس ينفرجون صماطين ويخلوا المجال للإمام زين العابدين ليتوجه عفوا نحو الحجر فيستلمه ويقبله بكل يسر ولين، مما أثار دهشة أولئك الذين كانوا بصحبة هشام بن عبد الملك وجوه الشام. من هذا وما هذه الصنيعة التي أبهرتنا؟ وإذا به يجد من نفسه في موضع محرج وهو يعلم من هو علي بن الحسين، راح يتنكر للإمام علي الحسين ويبدي تعجبه واستغرابه وكأنه لا يعرفه. نعم، من هذا؟ فوقف الفرزدق رضوان الله تعالى عليه وأنشد قصيدته المعروفة: يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا علي رسول الله والده، أمست بنور هداه تهتدي أو تقتدي الأمم، وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت، والعجم إذا رأته قريش قال قائلها إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، إلى آخر قصيدته. طبعا لم يكن في وسعه أن يزج بالإمام في السجن، إذ إن الإمام لم يقترف شيء، ولم يكن في وسعه أن يزج بعموم أفراد الأمة في السجن ممن أجل الإمام وأعطاه ما يستحق من حفاوة وكرامة، إذ لا جرم، ما هي جرمتهم؟ يزج بالإمام في السجن لأن الناس احترموه، أم يزج بالناس في السجن لأنهم أفسحوا المجال لابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إلا أنه لم يتردد من الزج بالفرزدق في سجن في منطقة يقال لها عسفان بين المدينة ومكة المكرمة، لا لشيء إلا لأنه أنشد تلك القصيدة، تلك القصيدة الإعلامية التي أعلم من خلالها أولئك الذين صاحبوا ابن الخليفة بمحلة الإمام زين العابدين وبشخص علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هكذا هم رجال الله، كانوا معه فكان الله معهم. ما الذي كان يمتلكه الإمام زين العابدين لتنفذ شخصيته في قلوب الأمة؟ لم يكن يمتلك سوى الحول من الله والقوة، بينما أولئك كانت الدنيا تتراقص بين أيديهم. إلا أن الناس إن خليت بينهم وبين مشاعرهم فإن قلوبهم تهوي نحو العترة الطاهرة، قد يخضع هذا أو ذاك للخليفة أو ابن الخليفة، إلا أن هذا الخضوع نتيجة قهر أو نتيجة مصلحة، إلخ من الأمور التي قد يقرب بها المعنى وتصور بها المسألة. إلا أنك إن أردت أن تلمس الأعماق وأن تنظر إلى الوجدان وأن تعرف السبب في تعلق الناس لأئمة الهدى، ما ذاك إلا لما استحوذت عليه شخصياتهم. والقضية مو لأن امتداد إلى النبي صلى الله عليه وآله فيما يقال أو يعبر عنه بالامتداد النسبي، إذ لم ينحصر
نسل رسول الله في الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أنك لم تقرأ في سيرة الأمة أولئك الذين عاصروا أئمة الهدى أنهم كانوا يبجلون سائر ذرية رسول الله كما كانوا يبجلون الإمام المعصوم، وما ذاك إلا للتأكيد على ما تمتعت به شخصية كل إمام عاصر الأمة فاستحقت الحفاوة والتكريم. إذن علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ما كان ليرقى هذا المرقى، وما كانت شخصيته لتعلوها معالم الهيبة والوقار إلا لما تمتعت به شخصيته من صفات الكمال. ذكر فيما تحدث عنه مؤرخوه أنه كثيرا ما كان يمعن النظر في قراءة أو في سيرة جده أمير المؤمنين، وهذا دأب كل من أراد أن يقتفي درب العظماء. حين تريد أن تصنع لنفسك عظمة لابد أن تجعل محط نظرك شخصية عظيمة ذابت في القيم والمبادئ التي من أجلها تعيش وتضحي، فتنظر في سيرتها وكيف أنها صنعت من صمودها وإبائها عزة وكرامة لتصر على انتهاج دربها بكل تفاصيله. وها هو علي بن الحسين زين العابدين، إن أردت أن تدرك عظمته قف عند هذه المسألة. كثيرا ما يتأمل في سيرة جده، كثيرا ما كان يمعن النظر في سيرة علي بن أبي طالب، ورغم ما وصل إليه من المحلة والمكانة إلا أنه دموعه تنحدر، يرخي ما في عينيه من الدموع وهو يقول: أين أنا من جدي أمير المؤمنين؟ وأين عبادتي من عبادة علي بن أبي طالب؟ انظر إلى الألقاب إن أردت أن تدرك المحلة التي وصل إليها زين العابدين. انظر إلى ألقابه رغم ما وصل إليه من عالي الدرجات، لقبوه بالسجاد، وإنا قلنا ونعلم جميعا ونكرر هذه المسألة مرارا وتكرارا أن الألقاب التي يلقب بها الإنسان ليست نتيجة إملاءات يفرضها على الناس: يا جماعة تعالوا لقبوني السجاد ولقبوني بذي الثفنات، وإنما لما لمسوه من عظيم صفات لقبوه بالألقاب اللائقة بشخصيته عليه السلام. لقبوه بالسجاد لأنه كان كثير السجود، ما أن تذكر نعمة من نعم الله إلا وسجد لله شكرا، ما أن تنزل به ملمة أو ضائقة إلا وسجد لله شكرا. كثير السجود لكثرة سجوده لقبوه بالسجاد، لقبوه بذي الثفنات لأنه كانت له ثفنات في مساجده كالثفنات التي تتواجد في الإبل في مباركها لطيلة سجوده. إذن لم يكن الإمام زين العابدين كثير السجود فحسب، بل كان كثير السجود وكان في سجوده طويلا ما يسجد لله، لذلك لقب بصاحب السجدة الطويلة. وإنا نعلم جيدا ما في السجود من عناء، وهي حالة من أجل الحالات التي يظهر فيها الإنسان عبوديته وتذلله لله. شوف اليوم الإنسان اللي يتقدم به العمر ويشكو من المفاصل تجده من الصعب عليه أن يسجد، فيستبدل السجود بالإيماء. ما ذاك إلا لأن السجود فيه مشقة وعنوة. علي بن الحسين كان يسجد فيطيل في السجود ولا يلتفت إلى المفاصل، لأنه يعيش علقة يتجرد عن الجسد، يعيش علقة مع الله سبحانه وتعالى،
حتى تواجدت في مساجده ثفنات كثفنات الإبل من الألقاب. وحسبه في معرفة شرفه ومكانته ما لقبه به جده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وكانت هذه من نبوآت جده صلى الله عليه وآله. مساكم الله بالخير، تفضلوا. في تلك الرواية المعروفة حين كان الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يجلس في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، فدخل عليه جابر وبشره النبي أنه يعيش عمرا طويلا حتى يدرك زمن الإمام الباقر. وقبل أن يتحدث النبي عن الإمام الباقر تحدث عن علي بن الحسين أنك تدرك ابنا لابني هذا يسمى بعلي، وإذا كان يوم القيامة ينادي المنادي أين زين العابدين فيقوم ابني علي. وحسبك في معرفة محلته وعظيم عبادته لقب جده الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، حين لقبه بزين العابدين وهو إذ ذاك كله يتنفس تنفس الصعداء حين يمعن النظر في قراءة أو في تأمله في سيرة أمير المؤمنين ليقول أين عبادتي من عبادة جدي، أين أنا من علي بن أبي طالب. بعد هذا دعونا نأتي لنقول العبادة كما هو واضح وينبغي أن يكون معلوما لدى الجميع لم تشرع بغرض الترنم والحصول على الثواب والابتعاد عن العقاب فحسب، هذا لا يتصوره إلا ساذج. العبادة إن لم يعش العبد أثرها في حياته اليومية أثرها في سلوكه فإنه لم ينتفع. وقد تحدث أئمة الهدى في روايات متعددة أكدوا على هذا المعنى، رب صائم ليس حظه من صيامه سوى الجوع والعطش، قائم ليس حظه من قيامه سوى التعب والنصب، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، للتأكيد على أن العبادة لا بد أن يعيشها العبد بعمق ووعي ليعيش أثرها في سلوكه. وعليه علي بن الحسين كان الأكمل في عبادته، كان مضرب المثل في علاقته مع الله. دعونا نقف عند بعض ما ذكره الرواة والمؤرخون في سلوكه لنلتفت وندرك أنه حيث كان الأكمل في عبادته كان الأكمل في سلوكه كان الأكمل في ممارسته. وهنا نقف عند ثلاثة محاور: المحور الأول في سلوكه وعلاقته بأبويه، كان رؤوفاً رحيماً عطوفاً باراً بأبويه، وهذا ما ينبغي أن يتحلى به كل مؤمن، فإن للأبوين مكانة. كثيراً ما تحدث عنها أئمة الهدى وقد تحدث عنها القرآن في أكثر من آية: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغيرها من النصوص قرآن روايات أكدت على مكانة الوالدين وما ينبغي أن يتعاطاه المؤمن في علاقته مع أبويه. وها هو زين العابدين يضرب أروع الصوار في مبرته بوالديه. من أبرز تلك الشواهد ما ذكروه يوم كربلاء، رغم أنه معذور والجهاد ساقط عنه، كيف وأن العلة قد أنهكت، أخذت الحمة منه مأخذة، ما كان يقدر يوقف، ما كان يقدر يتحرك من مكانه،
وإذا به يستمع كلمات الحسين يستصرخ ويستنهض، فلم يجد بدًا، لم يتمالك نفسه، قام وهو يتوكأ على سيفه، حتى وإن لم يقوى على القتال فإنه يقف دون أبيه الحسين، يحول بين الحسين وبين القوم، يقوم ويسقط، يقوم ويسقط. لولا أن مولاتنا الحوراء زينب كانت مأمورة بحبسه كي لا تخلو الأرض من حجه ولا تنقطع من نسل رسول الله محمد. وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين، صلى الله عليه وآله. وحين رجعت قافلة السبايا أرض المدينة وكانت على الحسين ديون كبيرة، قام الإمام زين العابدين بتسديدها كاملة. من الشواهد التي تذكر، رغم شحة تلك الشواهد، ما ذكروه في مبرته وعطفه على أمه التي ربت، رغم أنها أمه التي ربت، كما نعلم جميعا أن الإمام زين العابدين فتح عينيه في هذه الدنيا وهو يتيم الأم، ماتت أمه ابنة ملك الفرس في نفاسها، فعهد الإمام الحسين إلى إحدى جواريه وأمرها بأن تقوم برعايته، فكانت له أماً حفظت وصية الحسين وقامت بشؤونه على خير وجه. فحفظ الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام صنيعها، لذلك عاملها كأم له. من وجوه مبراته بها ما ذكروه، كان الإمام قد امتنع من مواكلتها على مائدة، ما كان يقعد وياها على مائدة واحدة ويأكلون من صحن واحد. بعض أصحابه لوموه، لو أنك تجلس معها هي أمك، والأم تحب تقعد ويا أولادها، تجتمع وياهم على سفرة، وهذا يعني من الأمور التي ينبغي أن لا نغفل عنها، حتى لو كبرنا وصارت لنا حياتنا الخاصة، تشوف مو في بيت مستقل، لا في شقة ويا أمه وأبوه، ويستأنفها أو يستنكف عفوا على نفسه أن يجلس ولو يوم في السنة، يوم في الشهر، يقعد ويا أمه ويا أبوه على مائدة ويأكلون من صحن واحد. قال: إني أخشى أن تسبق يداي إلى لقمة سبقت عيناها إليها فأعقها. يمكن هي بعيونها تريد تأكل لقمة، أنا ما أدري، إلا أن يداي سبقت يدها فأكون عاقا لها، لذلك امتنعت عن مواكلتها. وهذه أمه التي ربت، باصطلاحنا مو أم اللي ولدت، أم الحقيقية، وهو يبرها خير مبرة. خليجون اليوم اللي يريدون يقتفون أثر أئمة الهدى، ذاك اللي من تطول أمه في هذه الدنيا وتحتاج إلى رعاية وعناية وما عنده مزاج شالها وذباها بالعجزة، غير النماذج اللي نسمعها ما يتردد يرفع صوته على أمه وحتى الإيد يرفعها وتنمد على الأم والأبو، هذول وين يكونون شيعة؟ من أجل مبرات الإمام زين العابدين بأبويه أنه كان كثيراً ما يدعو إليهما، وهذا مما يوفق له العبد كما في الخبر، حين يموت فلا ينقطع عمله إلا من ثلاث، من تلك الثلاث ابن صالح يدعو له. وأي ابن هذا؟ زين العابدين. كل أدعيته أو كثيراً من أدعيته ما كان يستطرد فيدعو لوالديه دون كالدعاء المخصوص،
في الصحيفة السجادية بالدعاء المعروف دعاؤه لوالديه، وهو الدعاء بحيث التسلسل رقم 24 من الأدعية المأثورة عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. محور ثاني نتحدث فيه عن سلوكه في أسرته ومتعلقيه داخل بيته. قالوا كان لا ينظر في نفسه، لا يترفع عليهم، لا يأمر أحدهم فيما يخصه من شؤون، سيما فيما يتعلق بالأمور العبادية، بل كان يباشرها بنفسه، وكان يعين أهل بيته على قضاء حوائجهم، يخرج مصبحا مبكرا يطلب الرزق له ولعياله، رؤوفا بارا عطوفا بهم. وقد تحدث التاريخ عن عظيم عطفه ورأفته على عبيده وإمائه. من تلك الصور ما ذكروه أنه ذات يوم كان ينادي عبدا عنده، ناداه مرة، ناداه ثانية، ناداه ثالثة، فلم يجبه العبد، فأقبل الإمام زين العابدين نحوه: بني، ألم تسمع صوتي أناديك؟ قال: نعم. قال: إذا لم تجبني؟ قال: أمنت العقوبة فلم أجبك. وإذا بالإمام يرفع وجهه نحو السماء ودموعه تنحدر، وهو يقول: الحمد لله الذي جعل عبدي يأمن مني، أنا ما أريد أسبب إلى رعب وذعر. اليوم مما ينبغي أن نشير إليه، إذ ما هي الثمرة من الاختلاف في هذه المجالس وإحياء أمرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا من نقف عند بعض الممارسات لنطالب بوقفة تصحيحية. الموجودات في البيت عندنا هذول مو عبيد، احنا ما نشتريهم بالفلوس، مو إماء، مو مملوكات، هذول مستأجرات، أجيرة. ينبغي أن نحفظ العلاقة الإنسانية، أن نراعي الله سبحانه وتعالى في علاقتنا معهم. صحيح لا بد من الحزم في بعض الأمور، إلا أنه ليس من حقنا أن نترفع عليهم ونتعامل معهم وكأنهم من طبقة أدون منا أو من كوكب غير كوكبنا. وإلخ من المآسي التي نستمع إليها حين نعايش الناس سوء المعاملة التي تتعرض لها الخادمة، وكيف أن أرباب البيوت يصرون على إلحاق العقوبة والتأديب حتى وإن كان الخطأ من غير قاصد، خطأ غير عمدي باصطلاحنا. شوف الإمام زين العابدين كان يغسل إيده، وجارية كانت تسكب الماء، فسقط الإبريق على وجه علي بن الحسين فشج الوجه، فسالت الدماء الطاهرة فارتعدت فرائص الأمة، خشيت من الإمام علي بن الحسين. نظر الإمام علي بن الحسين وإذا به ينظر إليها مرعوبة خائفة، فأحسن الإمام علي بن الحسين، أعتقها إلى وجه الله وأحسن إليها. وهذه صور من صور الإحسان والمبرات التي كان الإمام علي بن الحسين قد عرف بها داخل بيته مع متعلقيه. كذلك من الصور التي نستعرضها ونحن لازلنا في هذه النقطة، في أجواء منزله، في سلوكه داخل المنزل، كثيرا ما نقرأ في سيرة المتصدرين للساحة والمزاولين للعمل السياسي أو الاجتماعي أنهم في بعض مهامهم ومسؤولياتهم داخل البيت قد يصدر منهم التقصير. هذا شيء وارد، لأن الإنسان عنده طاقة واحتمال، لمن يكون مطلوب من عنده أن يباشر قضايا الساحة
وأن يكون حاضراً في هذا الحدث وتلك القضية من الطبيعي أو من الوارد أن يكون على حساب بعض التزاماته ولو على الصعيد الأسري. علي بن الحسين كان متصدياً لشؤون الأمة، إمام الأمة. أنت لا تتصور أن الإمام علي بن الحسين لم يكن متصدياً لشؤون الأمة. أصلاً أولئك الذين ترجموا حياته قالوا أن الجامعة الصادقية الباقرية جامعة أهل البيت أول من وضع لبناتها الإمام علي بن الحسين، حين كان درسه يقيمه داخل منزله ويختلف عليه خيار صحبه. هل أثر ذلك في عطائه داخل المنزل وفي علاقته مع أولاده؟ انظر إلى أولاده، من هم أولاده؟ من هم نتاج تلك الشجرة الطاهرة؟ ثمار طيب أو ثمار طيب؟ الإمام الباقر أحد كبار أعلام هذه الأمة، زعماء فكر هذه الأمة، عبد الله الباهر كذلك، وهو عالم جليل، عالم مبرز، من أبرز علماء عصره، حدث حفظ الحديث والرواية عن أبيه زين العابدين، فنقلها عنه الرواة والمؤرخون. زيد ابن علي ابن الحسين رضوان الله تعالى عليه كان عالما بالفقه والحديث، بعلوم القرآن وعلم الكلام وغيرها من العلوم، وهو إذاك متبنٍ لآلام المحرومين والمستضعفين، حتى خاض تلك الثورة المعروفة بثورة زيد بن علي بن الحسين. وهذا محور آخر، ويبقى المحور الأخير، علاقته بالناس، سلوكه في الأمة. كيف كان علي بن الحسين، علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، خلقه خلق القرآن، قرآن الناطق في هديه، في منطقه، في تعاطيه. وهنا كذلك نمر من خلال نقاط ثلاث، من خلال ما هو مطروح بين يدينا من شواهد. النقطة الأولى ما ذكروه في تغاضيه عن الإساءة، بل ما ذكروه في أنه كان يقابل الإساءة بالإحسان. ليس أمرا بسيطا أن تتغاضى عن الإساءة دائما وأبدا، وليس أمرا أبسط أو أسهل منه أن تتعاطى دائما وأبدا مع الإساءة بالإحسان، سيما حين تنظر إلى حجمك وموقعك، وحين يأتيك الخصم يريد من خلال إساءته الانتقاص من قدرك. وقد قام بعض شانئيه ومريديه باصطناع بعض الحوادث علهم يتحصلون على مواقف يضربون من خلالها شخص ومكانة الإمام، إلا أن الإمام دائما وأبدا. وهذا ما يدلل عظمة الإمام وعصمته. مرة، مرتين، ثلاث، أربع، ولا مرة يقدر المؤرخ شانئوه، أولئك الذين جعلوا عيونهم مرصودة عليه علهم يسجلون هفوة، أن يشذ الإمام عن هدي القرآن. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قالوا هشام ابن إسماعيل كان واليا على المدينة في زمن عبد الملك ابن مروان، وكان شديد العداوة والبغضاء للإمام علي بن الحسين، ولم يتردد من سب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وحمل الناس على كره عترة رسول الله. وكانت بينه وبين الوليد ابن عبد الملك عداوة، بمجرد أن تقلد الوليد ابن عبد الملك زمام الأمور قام فعفاه عن مهمته. هذول اللي المفروض يعني يأخذون الدروس والعبر إلى يومك، لما نخلي روحه لعبة
في شيء أو في معادلة أكبر من عنده، معادلة بين الكبار، فيدفع ضريبة ما يعرض نفسه إليه، خصوصا إذا تغيرت معايير المعادلة وصار عدو الأمس صديق اليوم، وصديق اليوم عدو العدو، أو صديق الأمس عدو اليوم. وإذا بالخليفة لا يكتفي بإعفائه عن المهمة، وإنما راح يفسح المجال لكل من لديه ثأر أو قصاص مع الخليفة أو مع الوالي الأسبق أو السابق إلى المدينة، فإن له أن يقتص، فإن الذمة قد برئت. يقولون كان أشد خوفا من الإمام زين العابدين. وإذا بالإمام علي بن الحسين يوصي أصحابه لا أحد يتعرض إليه، فيلتقيه الإمام زين العابدين وهو يقول: بلغنا ما نزل بك، وإن في العون أخوة إليك، إن كنت في ضائقة نرفعها عنك، إن كنت في حاجة نسدها إليك. إلخ إلخ من الكلمات التي سلى بها خاطره. وإذا بالرجل راح يقول بإكبار: الله أعلم حيث يجعل رسالته. من تلك الشواهد كان الإمام زين العابدين خارجا من المسجد في جملة من أصحابه، فقال أحدهم مخاطبا علي بن الحسين: أتعرف الصلاة؟ علي بن الحسين يقال له: أتعرف الصلاة؟ فأراد أبو حازم أن ينال منه، قال له الإمام: ما هي أبا حازم؟ فإن العلماء الحلماء. التفت إليه: نعم أعرف الصلاة. وراح يسأل الإمام، تصور أن الإمام يغضب وأصحاب الإمام يتعرضون إليه، فينال أولئك من مكانة أئمة الهدى، إلا أن الإمام قابله ببشر ونفس مطمئنة، راح يجاوب على المسائل. وإذا بالرجل خجل من نفسه، فراح يقول: لم تترك لأحد من حجة، وغيرها من الشواهد التي لسنا في مقام حصرها. من النقاط التي نذكرها كذلك تجرده عن الأنا، كان لا ينظر في نفسه، لا يقول: أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الناس أن تعاملني على هذا. كان يحب أن يعيش مع الناس كأحدهم، لذلك قالوا إذا أراد السفر كان يسافر مع أناس لا يعرفونه، ليقوم بأموره الخاصة ويقوم برعاية شؤونهم والسعي في خدمتهم. وهكذا كان دأبه كلما أراد السفر، حتى سافر ذات يوم مع جماعة نزلوا في محله، فالتقى بهم رجل يعرف الإمام زين العابدين، شاف هذول قاعدين والإمام يخدمهم، التفت إلى الإمام من بعيد قال: أتعرفون من هذا؟ قالوا: لا، هو رجل التقيناه في الطريق، أحب صحبتنا وهو مصر على أن يقوم برعاية شؤوننا. قال: هذا علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، جده رسول الله صلى الله عليه وآله. جاءوا يقبلون يديه رجليه: سيدي، ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال: إني كلما سافرت مع أناس يعرفونني أعطوني بمنزلتي من رسول الله ما لا أستحق، بأبي أنت وأمي ابن رسول الله. مما ذكروه في تجرده عن الأنا، إذا مضى في طريقه ووجد ما يعثر به المسلمون، ما يسبب الأذى للمسلمين، نزل بأبي وأمي حتى وإن كان على دابته، وتناول ذلك الشيء ووضعه جانبه. وهذا من عظيم تجرده. وهنا قبل أن أختم، وأرجو من الأخوة أن يعذرون على الإطالة، وهنا ليس في وسعنا أن نتجاوز هذه النقطة دون أن ننوه إلى مسألة: موسم عاشوراء، ليالي التعزية، ليالي خروج المواكب. حتى وإن كان ذاك البعيد، إني أجل الإخوة المؤمنين عن هذا الخلق، متعود أن يرمي النفايات في الشارع وقت اللي ياكل، سواء كان راجل أو ماشي، إلا أيام التعزية.
في أوقات سير الموكب مما ينبغي أن يتحلى به المؤمن هو إظهار هذه الشعيرة على أجملها وأبهاها، على أحسن صورها. ومن تلك الصور إبعاد مسار الموكب عن القاذورات والنفايات. لا تخلي أحد يجي يسدي إليك نصايح من بر، أنت ابن الماتم ربيب هذه الشعيرة. لا تنتظر مجلس بلدي وما أعرف إيش يوجهك، كن دائما في شعيرة الحسين الأروع والأبهى والأجمل، بهكذا تتحلى بخلق زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. أخيرا في هذا المحور، رأفته ومبرته للمستضعفين، حنوه على الأمة، كان يعود مرضاهم، يشيع موتاهم، يعيل فقراءهم، كان يعيل 100 أسرة، 100 أسرة بكل أفرادها، كان يقيم مأدبة غداء كل يوم، مأدبة غداء عامة يدعو لها الناس، كان يعطي الفقير ويكرم الفقير، وإذا أقبل عليه الفقير كرمه وهو يقول مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة، وينهى عن رد السائل. وأحب ما كان إلى قلبه صدقة السير التي تضفئ غضب الرب، التي يبتغي فيها العبد مرضات الله، لا يرى فيها ذل السؤال، ولا يطمح من خلالها إلى أن تكون علاقاته مع الناس على وفق كسر الجميل. اللي يريد يحبني يحبني لشخصي، مو لأني أعطي فلان وأوسع على فلان. كان يخرج في غلس الليل وهو يحمل الجراب على كتفه فيوصل الحاجة لأصحابها. كان رجل من بني هاشم من بني عمومته يشكو الفقر والفاقة، كل ليلة يجيه الإمام زين العابدين وقد وضع اللثام على وجهه يوصل له الحاجة، والرجل ينال من الإمام علي بن الحسين، يقول ما لا يزال هذا الرجل يصلنا، وعلي بن الحسين رغم ما يرده من مال لا يصلنا بشيء، والإمام ساكت لم يتحدث. لم يعلم هذا ولم يعلم أولئك أن الرجل الذي يصلهم علي بن الحسين إلا بعد أن فارق هذه الدنيا، فافتقدوا تلك المبرات، تلك الصدقات. قالوا ذاك الرجل الهاشمي قام يجي كل يوم على قبر الإمام علي بن الحسين يعتذر منه ودموعه تنحدر. نعم، ذلك الجراب الذي أثر في بدنه. تقول الرواية حين وضع على المغتسل وجرد من ثوبه، وإذا بالإمام الباقر يرى أثراً على كتف الإمام زين العابدين، سألوه عن ذلك الأثر، قال هذا أثر الجراب الذي كان يحمله على كتفه كل ليلة فيصل المحتاجين بحاجتهم. بس هاي الأثر اللي كان على بدن زين العابدين؟ لا لا لا، بد أن نذكر ولو شيء بسيط. ها كربلاء، نعم، كان هناك أثر الجامعة التي بقي أثرها على جيده، على صدره حتى ارتحل عن هذه الدنيا. ذاك الجسد الذاوي الذابل الناحل، تلك الجامعة التي أكلت في جسده، كما يروي لنا سهل بن سعد الساعدي يقول حين التقيت بعلي بن الحسين في الشام سألته سيدي ألك حاجة؟ قال يا سهل أعندك ثوب بالي؟ قال سيدي وما تريد أن تصنع به؟ أنتم تقدمون إلى الناس الثياب الفاخرة واليوم تسأل ثوب بالي؟ قال أريد أن أضعه تحت الجامعة، فلقد أكلت في عنقي وصدري. يقول ما أن رفع الجامعة إلا والدماء تشخب. واسمع قلبي ما يلذ الفراق
واسمي واسمي وحيدر من غسل ام الحسن اي 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 واسمي 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 علام الغصص يجرعها واسمي واسمي قضوا الجامعه بجيده واسمي 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 وسمى بالجبد نار الضيه وسمى بالجبد نار الدنيا موت تحت فئين بل ارتحل عنها مظلوما مسموما لم يكتفي بن أمية ما ألم بهذا الإمام من مصائب وكروب وإذا بالوليد ابن عبد الملك كما يروي لنا الزهري يقول لا راحة لي وعلي بن أبي وعلي بن الحسين في هذه الدنيا فأرسل إلى عامله على المدينة بسم فتاك أمره أن يدسه إلى زين العابدين ما أن تناول الإمام ذلك السم حتى شعر أن أحشاءه كأن الأمواس والسكاكين تقطعها ألا من مناد وسيدا بقي بأبي وأمي على فراش المرض حاله يزداد سوء عدة أيام يوم بعد يوم يغشى عليه ساعة بعد ساعة حتى اشتد به المرض وقد ازدحم الناس عند بيته إلا أن الأخبار تخرج من داره أن جسده يذبل وأن حالته تزداد يوم بعد يوم ساعة بعد ساعة حتى جاءت الليلة التي ارتحل فيها هناك غشي عليه ثلاث مرات ثم التفت إلى ولده الباقر وهو يقول بني مر بي والدي الحسين وهو يقول عجل فإنا إليك مشتاقون وإني لراحل عنكم في هذه الليلة أوصيك بني بنفسك خيرا واصبر على الحق وإن كان مرا ثم ضمه إلى صدره وهو يقول بني أوصيك بما أوصاني به والدي الحسين حين حضرته المنية إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله ثم أوصاه أن يلي الأمر بعده وأن يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويودعه في قبره بينما الإمام كذلك هناك مد رجله أسبل يديه قرأ إنا فتحنا والفاتحة هناك فاضت روحه الشريفة رحم الله من نادى وسيدا ألا من مناد وإماما سكبل القبلة واسبلي شمال ويمين وعيني شبح وضجتي حريم وبني وعند الوداع اشبحت لي الاولاد عينه وفارقت روح الجنة الخلد العليه
وصارت ضجة من المدينة، من الصابة من اليتامى والأرامل والمساكي، وجدد على بيت النبوة فقد أبو حسين، ويلي قضيت العمر بالحسرات والويه، ما تاكل الا ومدمعك بخدودك تسيه، بعدك يا محي الليل ظل مستوحش الله، قاسين كم احنا يا ابويا وكم بلي. فواله فاه للسجاد مضنان، برته سمومهم بريا القداح تذكره، سموم لضى سموم يكابدها أبوه لدى الكفاح. يا الله، اللهم إنا نقسم عليك وندعوك بأحب الخلق لديك بمحمد وآله الطاهرين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم شافي كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم اقض دين كل مدين. جماعتي الحاضرين والمؤسسين، احفظهم اللهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم فردا فردا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، سيما موتى الجالسين والمؤسسين، نهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.